لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يا أخواني يوم عرفة، ويذكرنا بحدث عظيم، حجة الوداع، وفيها عدة مواقف. الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. يقول جابر في رواية الإمام مسلم: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما يفعل. وسط الجمع الحاشد، وإذا بامرأة ترفع صبيا لها. انظروا إلى المشهد، امرأة وسط جماهير حاشدة أكثرهم من الرجال ترفع صبيا لها وتقول: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، يعني عصفورين بحجر. راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم في اليوم الثامن يوم التروية ذهب إلى منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع. في اليوم التاسع يوم عرفة راح إلى عرفة، فالطريق مر بوادي عرنة. وادي عرنة يا أخواني جغرافيا من عرفة، لكن شرعيا لا يعتبر من عرفة. وقف في هذا الوادي وألقى خطبة حجة الوداع. الموقع وين والزمان وين وكم استغرقت هذه الخطبة؟ أرجو أن تمسكوا جوالاتكم وساعاتكم تحسبوا عدد الدقائق التي ألقيت فيها هذه الخطبة. وهو كان قاعد ولا واقف؟ وما عدد الجماهير التي كانت أمامه؟ وكيف أسمعهم وماذا قال فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم عن جابر هو في يوم عرفة في وادي عرنة رحلت له القصواء قاعد عليها والجماهير حاشدة أمامه، في بعض الروايات 124 ألف صحابي، يعني عدد هائل. كيف أسمعهم؟ الله تعالى أعلم. 124 ألف نسمة، رجال نساء كبار صغار مختلف القبائل، وما في ميكروفونات كما تعلمون. فماذا قال؟ انظر الآن مقدار الزمن اللي استغرقته الخطبة. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون. فماذا قالوا الجماهير الحاشدة؟ كلهم قالوا بصوت واحد: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذه الخطبة من أولها لآخرة أقل من دقيقتين، سبحان الله. وطبعا الأذان صاغية. ركز في هذه الخطبة على وضع الثارات القديمة، الدماء القديمة، وأمور الجاهلية كلها تحت قدمه، وركز فيها على وضع الربا، وأول من يضع رباه ربا عباس بن عبد المطلب عمه، بدأ بعمه.
الربا كبيرة من الكبائر. الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وركز فيها على الوصية بالنساء، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. وإذن مدام هي تحت حوزتك فأحسن إليها، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير موجع. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الله، انظر إلى مكانة المرأة. هذه زوجتك، أنت مكلف بالإنفاق عليها، حتى لو كانت موظفة لها راتب. نعم، حتى لو كانت لها راتب، ما يعني أنت ملزم بالإنفاق عليها. أذكر كنت في البوسنة أيام الحرب الضروس، فألقيت محاضرة في جمع من النساء والرجال. بعد ذلك قالوا للنساء نرجو أن تفرد لنا حديثا خاصا، فجلست معهن على انفراد، فقالوا حدثنا عن مكانة المرأة في الإسلام. فقلت لهم مكانة عظيمة، ومن بين الأمثلة على ذلك أن الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته، وأنا أخرج مثلا إلى السوق مع زوجتي وهي موظفة وأنا موظف، فإذا أرادت حاجة فأنا أشتريها من 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 فلوسي، أنا أنفق عليها. فقالوا لما لن تقل هذا أمام الرجال، مكانة عظيمة. ثم بعد ذلك انتهى من الخطبة عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم راكب القصواء ومتجه إلى جبل الرحمة، التسمية حادثة ما كانت معروفة، وأمامه جبل المشاه مستقبل القبلة، ورافع يديه رفع دعاء. شوف، من بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب وقت طويل رفع دعاء، حتى لدرجة أنه لما سقط الزمام من يده نزل إحدى يديه يأخذ الزمام والثانية رفعها رفع دعاء. الله أكبر. إذن اعتبر يا أخي المسلم، يا أخي الحاج، في يوم عرفة حاول ترفع يدك للدعاء بدل الهروشة والثرثرة. المهم لين غاب القرص، فدفع ومردفا أسامة بن زيد ويقول للناس السكينة السكينة، كلما وجد فجوة النص، وإذا رأى حبلا من الحبال يعني تلة من التلال أرخى لها الزمام حتى تصعد. لين وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء 3:02، ثم بعد ذلك اضطجع إلى الفجر صلى الفجر، ثم دفع لين وصل المشعر الحرام وأخذ يدعو الله ويذكره، وأسفر جدا قبل الشروق دفع مردفا الفضل بن العباس، وكان أشعر جميلا وسيما، فمرت ضعن يجرين بين ناقة النبي بين يدي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالفضل بن العباس أخذ ينظر إليهن، فالرسول صلى الله عليه وسلم كف وجهه فحول وجهه إلى الجهة الثانية فكف وجهه. هذا يدل على أنه فعلا الناحية الجنسية غريزة إنسانية، حتى لو كان صحابي إنسان بشر. المهم وصل إلى الميناء، وحينئذ رمى الجمرة 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، وبعد ذلك نحر هدية. العجيب عند النحر ماذا حصل؟ هو عنده 100 بدنة. يقول الراوي فطفقنا يزدلفنا، كل ناقة تحاول يعني تسبق أختها لتحوز شرف السبق بالنحر على يد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أختها، وهو يا حيوانات حجموات. نحر 63 بدنة على سني عمره، وعطى علي نحر ما غبر، وأمر بقطعة من كل بدنة، فوضعت في قدر طبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم بعد ذلك أكمل باقي المناسك. على أي حال إخواني، يوم عرفة هذا اليوم يوم فاضل، فيجب أن نستغله في ذكر الله والدعاء والتقرب إلى الله والإكثار من الطاعات، حتى لو أنت الآن مش في الحج، أنت مثلا في بلدك
أكثر من الطاعات التواصل مع الله، أكثر من الدعاء فرصة لك ولمن تدعو إليه، الدعاء مستجاب، فكيف في يوم عرفة؟ وما أكثر ما يعتق من الناس في يوم عرفة، اسأل الله أن يعتقك من النار أنت وإخوانك وأهلك وخلانك، فرصة لا تعوض. وأيضا إذا طبعا أنت في قطر في بلدك، حاول أن تصوم فيكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، ففرصة عظيمة يجب أن نستغلها ولا تفوتنا بإذن الله. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونراكم على خير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.